مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرة جديدة من برنامج لقطات وزوايا، لأن مفيش أجمل من الأصوات الحلوة، وكمان مفيش أجمل من إن الإنشاد والإبتهال يكون في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأجمل والأجمل كمان إن الإبتهال والإنشاد فن مصري أصيل. علشان كده هيكون معانا النهاردة المنشد الديني محمد شريف القلماوي. أهلا بك يا محمد. أهلا وسهلا يا أحمد، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام، منورنا في الشباب. بنورك. عرف المشاهدين بنفسك كده يا محمد. اسمي محمد شريف عاشور سعد ناصف، من قرية قلمة مركز قليوب محافظة القليوبية. عندي 25 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وحاليا إن شاء الله على وشك البدء في الماجستير إن شاء الله بإذن الله. طيب ممكن تسمعنا حاجة كده في البداية؟ نسمع. حابب تسمع إيه؟ طيب قرآن. سمعنا قرآن في الأول. ماشي تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله يا محمد، صوتك جميل جدا بجد والله، يعني حاجة ربنا يحفظك يا رب. ازاي اكتشفت موهبتك يا محمد؟ أنا طبعاً عندي الموهبة بالوراثة، لأن والدي منشد ومبتهل ديني، وجدي الله يرحمه كان صوته كويس في القرآن، فأنا الموهبة عندي وراثة من صغري، وأنا موهوب في قراءة القرآن والإنشاد والإبتهال. يعني إنها عملية وراثية. غير ناس تانية بتبقى ما عندهاش الموهبة، بس بتقعد تنمي في نفسها وتسمع كتير لحد ما تكتشف موهبتها وكده. طيب إحنا عندنا في إنشاد وفي إبتهال، إيه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ الابتهال عبارة عن تضرع إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء، زي اللي بنسمعه مثلا قبل صلاة الفجر في إذاعة القرآن الكريم، ده اسمه ابتهال. اللي بنسمعه في الأمسيات اللي إذاعة القرآن الكريم بتعرضها كل يوم بالليل، ده اسمه ابتهال. لكن الإنشاد بيكون المنشد ومعاه الفرقة بتاعته، وبيكون الإنشاد بمصاحبة الآلات الموسيقية، يعني بيكون بيستخدم الآلات الموسيقية في الإنشاد غير الابتهال تمام. طب التواشيح؟ لا، التواشيح برضو نوع ثالث من انواع الانشاد الديني، ده الشيخ يبقى واقف وراه البطانه بتاعته بس بينشد وبيرد وراه من غير الات موسيقيه، وكان صوتهم اصلا هو اله موسيقيه في حد ذاتها، زي سيدنا الشيخ طه الفشني وسيدنا الشيخ محمد عمران وعمالقه الانشاد طبعا. طيب ممكن سمعنا حاجه بقى في الانشاد كده؟ طب هنسمع ابتهال لفضيله الشيخ محمد عمران ان شاء الله. اتفضل. ماشي. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد
قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك مفتقرا إليك يا 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 خير من مدت إليه يد يا والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. طبعا الناس بتقول ان احنا لما بنقرأ القرآن باخد على كل حرف حسنة والحسنة بعشر حسنات، فأنا باخد على كل حرف حسنة الحرف اللي أنا بديله حقه من أحكام التجويد. يعني في فرق بين واحد يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وواحد تاني يقول ايه ان الذين يعملون الصالحات، لا صعب نقارن طبعا ده. طبعا طبعا صعب اقارن ده بده. الحرف في القراءه الاولى اخد حقه ومستحقه من احكام التجويد، لكن في القراءه الثانيه مفيش خالص. فلذلك انا لما اجي اخد حسنات او اثاب على قراءتي في القران اثاب على الطريقه الاولى اللي انا قرات بيها. تمام. طيب المنشد ممكن يبقى مغني؟ وهل المغني ممكن يبقى منشد؟ يعني العكس، طالما في الموهبه ممكن. احنا عندنا مثلا طالما في الموهبه ممكن في الايه، المغني في المغني او المنشد. تمام. احنا عندنا مثلا احمد سعد كان في بدايته منشد ومبتهل، دلوقتي بقى مغني.
في مغني، المغني الراب الامريكي الشهير اللي اسلم من فتره دلوقتي، سمعت له فيديو امبارح تقريبا على اليوتيوب كان بينشد فيه اناشيد باللغه الانجليزيه، فمش صعب طالما الموهبه موجوده مش صعب. طيب دلوقتي المنشدين، من ابرز المنشدين اللي بيأثروا فيك كمحمد شريف يعني؟ طبعا مش هينفع نتكلم عن المنشدين قبل ما نذكر عمالقه الانشاد الديني طبعا، الشيخ علي محمود والشيخ طه الفاشني، سيدنا الشيخ محمد عمران، سيدنا الشيخ النقشبندي، سيدنا الشيخ نصر الدين طوبار، لان دول عمالقه الانشاد اللي كل الموجودين دلوقتي اتعلموا منهم وتعلموا في المدارس بتاعتهم. لكن حاليا في بعض الفرق الانشاديه اللي انا بسمعها زي فرقه المرعشلي وفرقه ابو شعر وبعض الفرق تانيين بنسمعها يعني، وفي منشدين كويسين جدا، منشد محمود هلال ومصطفى عاطف والناس دي كلها يعني ما شاء الله عليها، ربنا يبارك فيه. طب ممكن بقى تسمعنا حاجه في حب رسول الله؟ متعنا وتمتع المشاهدين كده معانا. صلى الله عليه وسلم. عشر سنين. نسمع المسك وفاح اللي انت بتحبها. جميله بحبها جدا. ماشي اتفضل. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لي من وجدي وحالي، الله الله، وأقول لي مين النبي غالي، الله الله. أشكي لي من وجدي وحالي، الله الله، وأقول لي مين النبي غالي، الله الله. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله؟ المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. طول عمري بتمنى أشوفك، الله الله، وانظر جمالك وأبوسك، الله الله. طول عمري بتمنى أشوفك، الله الله، وانظر جمالك وأبوسك، الله الله. صبرت نفسي بأحاديثك، وأقول لابد في ليلي أراه. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. في ناس من الحب في حيرة، الله الله، وناس من الحب في غيرة، الله الله، وناس ومالها تسعيرة، وإحنا في الفردوس وياك. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه الروعه وايه الجمال ده حبيبي، الله بجد حبيب. يعني حاجه جميله جدا، صوتك ربنا يحفظك يا رب. طيب الاماكن اللي انت قلت لي، طبعا رحت كذا مكان وكده، عايزين نعرف بقى بالتفصيل ايه الاماكن اللي انت القيت فيها يعني انشاد وكده. الاماكن اللي القيت فيها انشاد ديني، اول مكان القيت فيه انشاد ديني طبعا انا في طالب ازهري، كنا في المعهد عندنا في طابور الصباح، طبعا بيبقى فيه ابتهال وفي انشاد، فكنت بطلع في الطابور في الاذاعه المدرسيه في المعهد الازهري.
بعد كده بدأت أروح حفلات، كان عندنا احتفالات في مركز شباب عندنا لتكريم حافظ القرآن الكريم، كان برضو في شهر رمضان، وبرضو في بعض المدرسين عندنا في البلد بيعملوا احتفالات يكرموا فيها التلامذة اللي عندهم، فبكون برضو بيبقى موجه ليا دعوة إن أنا أكون موجود معاهم. وآخر حاجة كنت فيها زي ما قلت لك من شوية القناة المصرية الفضائية في برنامج صباحنا مصري تاني الجمعة الثانية في شهر رمضان. ده كان كل الاماكن اللي انت ألقيت فيها طبعا. طيب يا محمد، ايه رايك في التلحين؟ يعني الناس مثلا في القران الكريم اللي مثلا الايه بتاعت ولا الضالين، في ناس تخليها مثلا سبعه ولا الضا كده تطول وفي كده، فالتلحين ده يعني انت ايه رايك فيه؟ لا هو مش تلحين، هو بيزود في عدد الحركات. لا مش موضوع عدد الحركات، كلمه الضالين دي مد لازم كلمي مثقل، يعني بمده ست حركات. طب سته؟ اه. طب في ناس تخليها 10. انا بمد الضالين، فانا كده بمد 12 حركه، لان في مد عارض السكون بيتمد تبع المد الايه المتصل، فمد لازم كلمي مثقل بمد هنا 12 حركه، حركة المد اللازم وحركة المد العارض ايه السكون. بس انا ليا في العارض والسكون ممكن امد 2 أو 4 أو 6، ممكن في اماكن امد 2 واماكن تانية امد 4، مش مشترط بيه زي المدود التانية اللي لازم اتبع الحركات بتاعة المدود فيه. بس في مد واجب، يعني في ناس تمد في الحركات عشان صوتها يطلع جميل. طبعا. بس المفروض نلتزم ان في مد واجب. طبعا المفروض، ما انا لسه بقول لحضرتك ايه، علم التجويد هو اصل العلوم. ليه؟ لانه يتبع خير كلام نزل على سيدنا رسول الله والقران الكريم، فلازم زي ما قلت لك دلوقتي مش اي حد يقرا بالتجويد، مش اي حد ياخد حسنات على القراءه اللي بيقرا به. في بعض الناس بتحب عشان تقلد شيخ معين بتحب تجيب النغمه بتاعته، فبيحصل لحن، بيحصل طبعا تطويل في المدود، ده طبعا غلط في القراءه، ما ينفعش. لا انا قصدي اقصد يعني في مثلا هي ممكن تكون المادة 6 حركات، تمام، ممكن نخليها 20 بحيث لا صوته لا 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 يطلع لا ده غلط طبعا بشكل كويس. ما ينفعش. وفي ناس بتعمل كده يعني، في ناس بتعمل كده كتير، بس ده غلط، ده غلط، لازم يلتزم بالواجب. اللحن حرام في القرآن الكريم، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له يعني دلوقتي. ده ممكن سمعنا حاجة تانية بقى، محضر لنا ايه تاني النهاردة؟ هنسمع بقى الحاجة اللي الناس كلها بتحبها قمر ان شاء الله. الله، اتفضل. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، قمر سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرى يا قمر، قمر قمر سيدنا النبي قمر،
وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنار الشمس منه والبدورا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. شكرا 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 استاذ محمد شريف، ربنا يبارك فيك. حلمك ايه الفتره الجايه باختصار كده؟ طبعا هو الانشاء الديني في مصر اصلا مش سريعا كده مش واخد حقه، لان مفيش اهتمام بالانشاء الديني في مصر عموما، يعني مش واخد حقه خالص، ولا المنشدين واخدين حقهم تمام. وزي ما كنت بتكلم معاك قبل الحلقه، لو جبنا دلوقتي ان شاء الله الفتره الجايه كلهم حقهم ان شاء الله، وتكون كلنا لقاءات تانية مع بعض باذن الله. ربنا يبارك فيك. شكرا لك. قبل ما اختم بوجه رساله لواحد صاحبي تعبان، اسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما، ميده انه ولي ذلك والقادر عليه، وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم امين. بشكرك جدا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك، نورتنا في لقطات وزوايا. شكرا مشاهدينا الكرام، بشكركم جدا، ودي اخر حلقه في الموسم الاول من برنامج لقطات وزوايا. استنونا في الموسم الثاني ان شاء الله من برنامج لقطات وزوايا. شكرا مشاهدينا الكرام.